بتذكر تفاصيل الحارة، بتذكر مثلا تفاصيل الأهل. يعني أنا أهلي مثلا بعيدين عني، إخواني كمان وأصدقائي أصحابي كلهم، يعني أنا ولا صديق من اللي بعرفهم من بلدي إجوا لهون. يعني أخذوا بلدان مختلفة، في مجموعة أصحاب إلي بتذكرهم احيانا هيك، يعني بتضايق. يعني كنا عايشين كثير، يعني انا وياهم ذكريات وفي اشياء يعني كثير حلوه وما ممكن انه تنساها. هذا شيء يعني صعب. جاءت الامور والازمه وهيك واجينا لهون واخذنا طريق العود يعني والتعلم والصبر والاجتهاد. يعني وشوي شوي يعني صارت الأمور يعني تأخذ منحى أكبر، وأنا كان خبرتي يعني بتزيد. يعني شوي شوي صرت أتعرف على أصدقاء وأصحاب وكذا، وأطلع يعني نعمل سهرات ونعمل كذا، ويقولوا لي يعني ما شاء الله. الشباب اللي أنا تعرفت عليهم فرقة كفرنجة من البداية حسيتهم أن أخوان إلي، يعني ما حسيت أنه في حاجز أو مثلا لحتى تعودنا على بعض. بالعكس شيء جميل بالنسبة لهاي المرحلة. يعني كانت الأمور صعبة بالنسبة كعمل وكذا، يعني إنه إحنا نقدر نشتغل أو شيء زي هيك. حطيت براسي إنه خلص يعني لازم أنا أتعلم العود، تكون مصدر رزق إلي وأنا ما أحتاج حدا يعني، وهي موهبة موجودة عندي وأنا بحب الموسيقى يعني من زمان كتير. عشناه يعني مع المجتمع بعجلون مثلا والمجتمع الأردني، يعني انه حسينا انه احنا كأنه موجودين نص بلدنا، يعني كعادات كأنك انت بعدك نفس بلدك ما طلعت نهائيا. بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. بلاد العرب أوطاني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فهبوا يا بني قومي إلى العلياء بالعلم، فهبوا يا بني قومي إلى العلياء بالعلم، وغنوا يا بني أمي بلاد العرب أوطاني. بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. بلاد العرب أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني.